انت المدير ابدا. طلع لي قاعد اليسار. طيب اسمحوا لي الكل راح يحكي، بس اسمحوا لي انا وين بشوف استاذ حمدان والكل كل البركه، بس خليني انا اشوف، سامحوني لانه هاي اول مره. طيب شكرا يا حمد. تفضل. طبعا في البداية حكيت انه ما كنتش مضطر انك تعمل مؤتمر صحفي، اعتقد انه من المهم انه يكون في مؤتمر صحفي للتوضيح و... في عندي ثلاث ملاحظات سريعة جدا والله يا حمد. تفضل. اولا الناس مقبلين او كلنا مقبلين على رمضان المبارك. الناس اللي بتهمها شو اولا وفرة المواد الغذائية والاسعار. هذا واحد. اثنين مصر منعت إعادة تصدير المواد الغذائية والحاجات الأساسية، وأنت في يمكن قبل 10 أيام إذا كان صحيح طالبت بتشكيل لجنة خلية أزمة، يعني هل كان هناك ردود فعل والمسوغات لطلبك؟ شكرا. طيب تحب أجاوب على كل سؤال؟ طيب ناخذ معلش ناخذ على اليمين بعدين هذول اليسار، تحملني على معلش ناخذ على اليمين استاذ ده معلش شوي هيك ان انت خليك قاعدين الاثنين يلعب الدور. لا استمعوا انتم اخوان بس يعطيكم العافيه جميعا. اسمعي العبادي هالاخبار، خليل بك دول مثل مصر كل الاحترام سيدي، دول مثل مصر الجزائر والسعوديه منعت مؤخرا تصدير الزيوت نهائيا، هذا الانعكاس، واحنا طبعا مستورد رئيسي من هذه الدول، كيف ستنعكس هذه الاسعار على السوق المحلي خاصه في ظل تعنت هذه الدول من التصدير لاكتفاء طبعا مواطنيها ذاتيا يعني كونها دول منتجه. الامر الاخر اسعار المواد الغذائيه في رمضان، هل المواطن سيلمس ارتفاع كبير على هذه الاسعار؟ وشكرا. سعادتك يعني أنا بتصور الخطاب اللي تحدثت فيه هو خطاب تشاؤمي بكائي حزين، الوضع سيء، حزين غير بكائي الله يخليك، استحمل حزين. يعني إذا الحرب الأوكرانية ليست هي السبب، والأسباب اللي إحنا كنا نعتقدها سبب هي ليست هي السبب. اليوم الأسعار ترتفع بشكل هائل، اليوم أنت تبحث عن مبررات لهذا السبب. سؤال المشكل ما هو الحل؟ احنا شخصت اليوم المشكلة تماما، ما هو الحل؟ اليوم دولة الرئيس بالمفرق يعود لنفس الأسطوانة اللي احنا صرنا حافظينها، سيظهر العين الحمراء، واتمنى ان نشوف يعني شهير العين الحمراء، واتهام مبطن للتجار انهم هم سبب هذه المشكلة. كيف تردون على كلام دولة الرئيس؟ شكرا. طيب طيب نرجع ناخذ من النص. طيب انا شفت محمد معلش ناخذ كمان سؤال بعدين. الله يعطيكم العافية جميعا. كلنا بنعرف انه في الأزمات بتظهر معادن الرجال، وأنا بحكيها في الأزمات فعلا بتظهر معادن الأشخاص المخلصين والمحبين لهذا الوطن. اليوم للأسف عم بنشاهد بشكل كبير، أو ما بدنا نحكي بشكل كبير، البعض منهم ناس محتكرين، تجار محتكرين والجشعين اللي اليوم عم بنشاهدهم. طيب أين دور غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية على الرقابة؟ في شغلة ثانية بدي أحكيها، في ظل الحروب والأزمات الراهنة لماذا لا يكون هناك خطة استراتيجية واضحة وشاملة لأن نكون دولة فعلا منتجة؟ ليش دائما نكون دولة مستوردة؟ ليش ما نكون دولة منتجة ومصدرة؟ الله يعطيك العافية. على اليمين نعطي الصبايا طبعا. لا ماشي تهموني انا جنة تفضلي. يعطيكم العافية. هلا طبعا من عرفنا حالك عشان بس عرفنا حالك حنان الزابي صوت عمان الإخباري. هلا طبعا من أفضل الأساليب للرد على الإشاعات اللي هي القيام بالمؤتمرات. كيف ممكن نطمئن للمواطن ما هي الإجراءات الوقائية الحالية الافتراضية والعلاجية المقبلة للتعامل مع هذه الأزمة؟ شكرا. نأخذ من هون أمر أنت مثلاً سؤال مختلف. طيب حمّل
أبو حمزة، يعني أنا من خلال رسالتك على الفيديو يعني أنا وجدت أن هناك عوامل مناخية وعوامل سياسية ساهمت في رفع الأسعار، هذا جانب. الجانب الآخر، يعني امبارح خلال لقاء دولة الرئيس مجموعة المواطنين في مادبة، يعني حكى بجزئية مهمة، لأن التجار لهم الحق، لهم الحق بهامش ربح، ويعني أثنى على التجار، ولكن يعني استغربنا أو تفاجأنا بأن هنالك عين حمراء. ماذا تفهم من تصريح دولة الرئيس؟ هذا الجانب. الجانب الآخر، سعادة الرئيس، يعني هل وجودنا هون لإيصال معلومة أن هنالك رفع أسعار في المستقبل؟ شكرا جزيلا. طيب أخذ على علام بعدين حضرتك اللفتة، معلش حملوني. السلام عليكم، يعطيكم العافية. علاء عدنان، قناة المملكة. عندي أكثر من سؤال بس راح أمر سريعا وأختصر قدر المستطاع. أستاذ خليل، السؤال الأول بتعلق، هل تلقيتم ردا حكوميا بخصوص طلبكم تمويل لشراء بضائع؟ هل من جديد حول الموضوع؟ هل إيش؟ حكيت حضرتك إنه طلبتم تمويل بخصوص شراء بضائع من الحكومة، في أفكار عم تبحثوها، في جديد حول الموضوع؟ والسؤال الآخر، كل ما تقدمت فيه حضرتك هو توصيف للمشكلة. السؤال، كيف من الممكن حماية المواطن من ذوي الدخل المحدود 3400 دينار أو 300 دينار؟ هل لديكم مبادرات لشهر رمضان المقبل بهذا الموضوع؟ وسؤال أخير، نفهم من كلام حضرتك أنه كل مخزون التجار الآن في مستودعاتهم هو على الأسعار المرتفعة، ولا يوجد أي عملية احتكار في السوق سواء للزيت أو غيره؟ شكرا. الله يعطيك العافية سعادتك. توفيق الميلين، موقع ديرتنا نيوز. شكرا على هذا اللقاء. الأرقام أهم شيء دائما، إنه بنحكى مدعم بالأرقام، مدعم بالوثائق، هذا يعطي ثقة وشفافية واضحة. عندي سؤال ومداخلة. السؤال سيدي، نقرأ مثل بعض الأخبار وإشارة السوشيال ميديا عن تجاوزات لقرار الحكومة بتجاوز السقوف السعري في بعض المواد. هل وصلتكم شكاوى فعلية ورسمية وتأكدتم أن هناك مخالفات في هذه في هذا الجانب؟ المداخلة الثانية، تفضلت سعادتك أنه من سنة طلبت من نقابة الصحفيين تشكيل لجنة واوا، بحيث أنه مر سنة ولم تستجب. اقتراح أن تقوم غرفة التجارة، وأخونا أبو جميل الأستاذ محمد الخطيب بعرف كل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، اختاروا من كافة المؤسسات الإعلامية يعني زي شرائح، خذوا شرائح 2-3 2-3 4-5 على جولة أو على جولتين، وتكون البادرة منكم. خلص، انسوا موضوع الطلب تبع النقابة. وشكرا. كل خلاني جزئي واحد من سؤال اللي كنت بدي أسأله، وأنا سعيد طبعا. أنا صحيح يعني سمعت كلام كثير طيب منك، وهي مكشفة لموضوع وواقع القطاع التجاري، لكن بهمنا نسمع منك ماذا تقول للمواطنين بمناسبة يعني قدوم شهر رمضان. هذا المهم، لأن الناس عم يشكوا، يعني حتى لما دخلنا على القاعة عم بيذكرونا بأسعار الدجاج اللي بلشت ترتفع قبل ما نصل لرمضان. وأزيد عليها، أسأل بخصوص مصر، تمنيت أن يكون أن تستثني مصر الأردن في موضوع الزيوت. هل صار هناك اتصال أو تواصل على مع الدولة ومع السفارة المصرية؟ شكرا. الله يصبحكم بالخير. أنا اسمه أسامة رنتيسي، موقع الأول نيوز. يعني أعتقد أنها
القصة واضحة أبو حمزة، يعني العالم كله الآن بمر في أزمة، في أزمة أسعار، يعني إحنا بدنا نعترف فيها إن كان الإعلام بحكي عنها أو بضخمها أو شيء. أنا بعتقد إن المشكلة الأساس اللي عندنا هي غياب الثقة. إذا الحكومة حكت شيء فما حدا بيصدق، إذا التجار حكوا شيء ما حدا بيصدق، إذا الإعلام حكى شيء برضو ما حدا بيصدق. الأزمة عالمية، الأزمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، الأزمة أضخم من هيك. يعني الأزمة بدأت من سنوات، من بداية الكورونا. أنا بعتقد إنه التعامل الرسمي تحديداً وسوء النوايا بين الحكومة وبين التجار، هذا موضوع خطير جداً. دائماً إذا إحنا طبعاً التاجر دائماً متهم، يعني وللأسف عندنا في الأردن دائماً التجار ورؤوس الأموال دائماً متهمين بأنه هم كذا، معنهم هم اللي يعني كمان 90% زي ما حكيت أنت، نسبة جيدة منهم، 10% هي اللي بتأثر. كيف إحنا بدنا نجسر هذا الموضوع عشان في النهاية المواطن يقتنع بأنه هو مش مستهدف فقط لا من التجار ولا من الحكومة، بس كيف بده يكون في خطاب يعني إيجابي يشعر الناس بأنه والله يعني ما في حالة تآمر عليهم. شكرا جزيلا. مساء الخير، أنا ياسر شطناوي موقع الوكيل. يعني سيدي اليوم الكل ملاحظ حتى السلوك الشرائي والاستهلاكي عند الناس تغير، بطل زي زمان، اختلفت الأمور. اليوم اللي ما بلاقي نوع معين مثلا من الزيت ممكن يروح يشوف بديل، ممكن يشتري زيت زيتون مثلا يستخدم بالطبخ. فكل العادات الشرائية الاستهلاكية عند الأردنيين تغير. فبعتقد انه اي رفع على سلعة الناس صارت تعرف كيف تتلاشاها او تخف طلب عنها، حتى على الاقل يعني يسهموا في خفض سعرها. بدي اركز بسؤالي على موضوع الزيت او سؤالين. اليوم طن الزيت يستورد حسب معلوماتي حوالي 2200 دولار الطن الواحد سعره عالميا، وهذا بخليني اسال عن مخزون الاستراتيجي للزيت خاصه بوحدات التخزين اللي موجوده بالعقر. قديش بتكفينا واحنا على ابواب رمضان؟ يعني حتى الشحنات اللي بتتوصل مع المشاكل اللي بتصير بالعالم وخطوط الملاحه ممكن تتاثر او تتاخر في البواخر، فمخزوننا اليوم من الزيت قديش بكفينا؟ وهل في مثلا بواخر او شحنات على الطريق جايه حتى قبل رمضان، يعني قبل اسبوع او 10 ايام من رمضان؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك ابو حمزه على هذه المعلومات القيمه. انا توفيق الحجايه، ناشر موقع راس الاخباري. الحقيقة يجب يعني نحن نعيش يعني خلينا نقول أحداث متسارعة وقد تكون مؤثرة، لكن سؤالي إلى حضرتك يعني اللي قاعد نشوفه ونشاهده في الأسواق وجزء غايب عن الأذهان اللي هو عملية التلاعب في الأوزان. يعني بمعنى العبوات الزيت الزيتون أو زيت الطعام من 3.5 لتر لنفس سعرها صارت لتر 3 لتر، بعدين لترين و900، بعدين لترين و70 او لترين و70، صار التلاعب في الارقام ويعطي هامش زياده بسيطه يعني يظهر هذا. ونفس العبوه تجدها نفس العبوه لكن في تلاعب في الاوزان بطريقه ملفته، خاصه للمواد الغذائيه اللي قاعد يدورها خلينا نقول الناس المحتاجه والناس اللي ضعاف الناس. الموضوع الاخر، ما هو دور غرفتكم في ضبط الاسعار بعيدا عن تصفيه الحسابات؟ يعني والسؤال الاخر، انتم تمنيتم عوده وزاره التموين، يعني هل هو لمعرفه انه في حقائق مره لا يستطيع خلينا نقول الناس تحملها؟ في شيء يعني هو يعني صحيح انه في ازمه عالميه، لكن هل هو بالشكل الذي تصوره بعوده وزاره التموين للساحه حتى تضبط الاسعار، ام لمعرفه انه الأسعار في ارتفاع وهذا الشيء لا يصدق؟ شكرا لكم. يعطيك العافية، غفران برقاوي وقائد إخبارية.
يعني اليوم لو ننزل على الشارع نسأل أي مواطن رح يحكي لك بالعامية راتبي مش متحمل أي ارتفاع، وهذا الإشي لمسناه إحنا بالأيام الأخيرة. فاليوم المواطن اللي بيهمه إنه يعني دائما الكل بيسأل إنه رح تراقبوا الأسعار، بحكي لك ما في مراقبة للأسعار، الحكومة فرضت أسعار معينة بس ما في مراقبة من قبل الحكومة أو من قبل أي مسؤول. التاجر نفس الشيء بحكي لك أنا مش عارف ليش في ارتفاع، أنا بشتري السلع بكذا مش عارف كيف أبيعها. فاليوم يعني شو هي الحقيقة الكاملة؟ إيش هو الحل؟ وهل هاي الأزمة رح تستمر لفترة معينة أم إنه يعني الأزمة بطريق مجهول؟ شكرا. قصرنا في عملية استشراف المستقبل. ما في حدا بنكر إنه إحنا كنا سنقع في هذه المشكلة بصورة أو بأخرى في يوم من الأيام. يعني إحنا دائما بالنسبة إنه إحنا عندنا مخزون 11 شهر 12 شهر 13 شهر، ولكن إحنا يعني تم استهدافنا في نمطنا الزراعي، تم استهداف نمطنا الزراعي. إحنا في عنا نقص في المواد الأساسية اللي إحنا بنزرعها الاستراتيجية، أيضا في سلوكنا الإنتاجي تم استهدافنا. فوصلنا إلى هذه المشكلة لأنه إحنا تحولنا من مجتمع منتج غذائيا إلى مجتمع مستهلك بالكامل. فيعني هل تعتقد بأن هناك دور للمؤسسات التمثيلية كالغرف التجارية والصناعية لبذل جهد مشترك مع الحكومة لإعادة بناء قيمنا وسلوكياتنا التي تقينا من أن نقع مرة أخرى في هذه الإشكالية؟ وشكرا. يعطيك العافية أبو حمزة. ممكن أن الأردن يصير بلد، أنا أمجد على جار من قناة الأردن اليوم، أبو حمزة ممكن أن يكون الأردن يعمل يقدر يكون بلد منتج في هاي الأزمة، لأنه البلد المصدر صار فيه مشاكل بعملية تصدير الزيوت لعنا. ممكن أنه بالفترة الحالية يصير بلد منتج عشان يقدر يطلع من هالأزمة على أقل تقدير؟ وإذا لا شو المعوقات اللي بتوقف قدامه؟ وسؤال ثاني أبو حمزة، شو وضع القمح والشعير والارتفاع اللي راح يتأثر عليهم؟ شكرا. يعطيك العافية. أنا حامد الزيود التاجر الإخباري. أبو حمزة هو رفع الأسعار يعني مش في رمضان، ما قبل رمضان أو بعد رمضان. فنحن بحاجة إلى مراقبة الأسعار ووزارة التموين. وبدي أجيب لك مثال، يعني أثناء موسم عصر الزيتون التلك الفاضية كانوا السنة الماضية بحسبوها بليرتين ونص، السنة هاي انباعت بليرتين ونص. فإحنا بحاجة لمراقبة الأسعار ضروري جدا، لأن ما في متابعة بصراحة. شكرا. ظلت ليرتين ونص يعني؟ الفاضية. ظلت. انتبعت من ليرة ونص ليرتين ونص التلك الفاضية. من ليرة ونص. سمعناك حكيت ليرتين ونص. لا من ليرة ونص. بسيط بس بالنسبة للأسعار، أنتم بتعرفوا إنه بيقولوا من جائحة كورونا والأسعار عم ترتفع، طب ليش ما أعلنتوا هذا الحكي؟ ليش أنتم بتستنوا دائما هجوم، بتستنوا إنه الناس إنه وسائل الإعلام تيجي تهاجم بعدين تحكوا أنتم إنه الأسعار بترتفع جديد، يعني صرتوا تطلعوا تصريحات؟ هذا واحد. اثنين، موضوع النقابة، ليش ما بتحط أسعار استرشادية للمواطنين، أسعار المواد الغذائية الأساسية؟ ليش؟ هذا استفسار. شكرا. هيك تمام اوكي. انا ساره دراوشه من قناه المملكه. امبارح المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه طلعت بتصريح حكت انه احنا اسعارنا في رمضان على بعض السلع رح تبقى منخفضه. طيب
يعني بما وعندهم مخزون كبير في مستودعاتهم، طب ليش مش كل التجار بيتبعوا نفس النمط للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية حتى بالمخزون كمان؟ يعني هي لساتها ما استوردت، مع انه حضرتك تفضلت انه انتوا استوردتوا خلال الحرب الأوكرانية الروسية. شكرا. يعطيك العافية حسام السعيد. صراحة ما بدي أفضل على مصغر حسام السعيد اللي بس بخصوص موضوع الجاي، من 3 سنوات الجاي قبل رمضان بيومين لأربع 45 لأربع 40 أول يوم رمضان لرتين لرتين وربع كل المحلات هيك ومشاهدين الحكي من 3 سنين، ففي مراقبة الحكي هذا السنة هي راح يكون ونفس السعر لأنه هو الجاي واستهلاكنا هو راح يكون عليه. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. سبق العدوان من جريدة الأنباط. هلا يعني بما إني سمعت كل أسئلة زملائي وجميعها تصب في نفس الجواب أو كلنا ننتظر نفس الجواب، الآن إحنا في الأردن الطبقة الوسطى للطبقة، يا طبقة فقيرة يا طبقة غنية، والأكثر والأغلب والمعظم الطبقة يعني أقرب للطبقة الفقيرة. مع يعني مع قرب رمضان شهر رمضان المعظم بيستنى المساعدات بالمواد التموينية أو المواد الأساسية كالزيت والسكر ومساعدات، نعم بتيجي من المنظمات الخارجية أو من المنظمات أو الNGOs بتيجي دائما زيت ورود مساعدات المواد الأساسية. الآن كلياتنا في نفس الحوض خلينا هيك أو في نفس النقطة، شو هي الطريقة اللي راح نساعدوا فيها أو راح نساعد فيها هاي الأسر؟ يعني مهم جدا نعرف او كيف راح يتم مساعده او الحل او ايجاد الحل في هاي النقطه. اكيد اكيد طبيعي. شكرا. الله يعطيك العافيه. اسامه بليغلي من قناه رؤيه. يعني شهدت انه الكل بيتحدث عن الاسعار وارتفاع الاسعار لكن ما حدا تطرق لموضوع الكميات. السعر يثبت على بعض المواد لكن كميات اقل في التعبية. كيف بتفسر هذا الشيء؟ حكاته في الحجاج عم بيشرح زيت في الروس كمان في شكل بالضبط. كيف بتفسر هذا الموضوع وليش ما في رقابة عليه؟ بسم الله. يعني أسئلة كلها الله يعيني على الإجابة بعضها يعني فيها. شهر رمضان أشكر أستاذ محمد أبو حمدان لأن أنا شهدت حاطة بالجدول الأعمال أو رمضان.